كاميرتي اللي اصور لكم بها دائما في الطياره داخل الطياره اليوم ضاعت. You know it still hurts a little bit but not that much. Cause if you want somebody else who am I to judge. I've been thinking about you all the time but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer. السلام عليكم، صباح الخير. ناس كثير بيسألوني عن دراسة الطيران وبتجيني تعليقات كمان كثير عن دراسة الطيران في أمريكا وكيف ومتى أخلص وكم ساعة والمعلومات هذه كلها بالتفاصيل، يعني بتجيني أسئلة مرة كثير في الكومنتات. فمن الأسئلة اللي جاتني كيف نخلص دراسة الطيران في أسرع وقت؟ عشان تخلص دراسة الطيران في أسرع وقت، هذا الموضوع تكلمت عنه في فيديوهات سابقة، ولكن عشان تخلص طيران في أسرع وقت تعتمد على حاجتين اثنين: مساعدة أكاديمية لك كطالب إنه خلصوك في أسرع وقت بإنهم يخلوك تطير يوميا على الأقل يوم بعد يوم أو يوميا، مش مرة في الأسبوع وباقي الأسبوع ما تطير غير فين فين. هذه مشكلة كمان، إذا ساعدوك فيها فتكون الأكاديمية سوت العليا. شيء ثاني إنك أنت كطالب تسوي الأشياء اللي عليك، الواجبات اللي عليك، تحضر للريتن إكزام، تحضر للأور إكزام، تحضر كمان للتشيك رايد. وقتها إذا أنت أنجزت اللي عليك في أسرع وقت وقدمت ملفك الاختبار، كده أنت سويت كل الواجبات اللي عليك ولا أحد يقدر يكلمك نص كلمة. بعدها إيش يجيك؟ تقدم على التشيك رايد. لما تقدم على التشيك رايد إذا ساعدوك في إنه ما تأخروا عليك من تاريخ تسليمك للملف وتقديمك على الاختبار، اختبروك بسرعة ماكسيمم 3 أسابيع، فهنا هم كمان سووا اللي عليهم. ولكن لو تأخروا عنك أكثر من كذا، هنا لازم تعمل معهم حاجة وتأخذ موقف وأنك تتكلم معهم يخلصوك في أسرع وقت. تصرف نفسك، شوف إيش الأنسب، تحاول تحل هذه المشكلة، سواء إذا كان تأخير منك كطالب في الدراسة أو تأخير منهم كأكاديمية في الاختبارات. في أسئلة كثير جات، ولكن الآن وقت الفطور عشان أقدر أركز. ما هي الرياضة المفضلة عند الشباب؟ الدراجات. بلومي لأحمد هي من إذاعة بانوراما. طريقة ثانية انت ممكن تستفيد منها انك انت تجمع ساعة، لما برضو طلاب كثير كانوا يسألوني: يا احمد كيف نجمع ساعات؟ احنا غير سعوديين والتنظيف بالنسبة لنا اصعب للاجانب، لذلك نحتاج انه نجمع ساعات خبرة عشان نقدر نقدم في خطوط السعودية او اي خطوط ثانية. يطلب منا ساعات خبرة، اكثر خطوط تطلب منا ساعات خبرة، فين نجيبها وكيف وكم حتكلفنا؟ طب أنا عندي فكرة جدا كويسة، ناس كثير بيسووها، منهم مدربين عندنا في الأكاديمية، اللي هي يعني كنت بعد ما تدرس البرايفت لايسنس والإنسترومنت كريتينج والكوميرشال لايسنس، تدرس كمان السيف آي والسيف دبل آي، تدفع شوية في البداية، تدرس على حسابك، هجيب الرخص حق التدريب، بعدها راح تشتغل بإذن الله. في نفس الأكاديمية اللي تدرس فيها، بس حاول تتأكد من هذه المعلومة إنه الأكاديمية اللي حتدرس فيها راح توظفك. بعض الأكاديميات ما يقدروا يوظفوك لأن أوراق العمل عندهم حتكون مختلفة، فيها لخبطة. فقبل لا تضيع فلوسك أو تدفع فلوس، أتأكد أنت فين راح تشتغل عشان ما تدفع فلوس على الفاضي. بعض الأكاديميات راح يقولوا لك تدرس عندنا ونشغلك عندنا، شرطنا الوحيد إنك أنت تدرس عندنا. بعض الأحيان تكون أغلى شوية بس يدوك ضمان إنك تشتغل عندهم. بعد ما تتخرج تشتغل في نفس الأكاديمية،
انت راح تطير مع طلابك، بالتالي راح تجمع عدد ساعات طيران خبرة كمدرب او طيار عموما. كده انت كسبت 2 او بلا صح 3، كسبت رخصة طيران اللي هي رخصة تدريب عفوا، وكسبت الساعات، تجمع ساعات ببلاش بدون ما تدفع فلوس. صح دفعت في البداية شوية عشان تدرس رخصة التدريب هذه وتحصل عليها، لكن في الأخير انت طلعت أكثر منها. يعني بالتالي أديك مثال بسيط، انت حلو جيت تشتري 100 ساعة طيران تطير عليها، هتكلفك تقريبا 10,000 دولار، بينما انت ممكن تدفع 10 أو 15,000 دولار وتاخذ رخصة CFWI، تدفعها في رخصة دائما تجلس معك على طول، اسمك انت مدرب طيارين. بعد ما تتخرج وتشتغل راح تطير مع الطلاب أكثر من 100 ساعة. يعني انت اشتريت 100 ساعة ب10,000 دولار والرخصة ب15,000 دولار، راح تطير مع طلابك بكل بساطة في السنة أكثر من 1000 ساعة. في الأخير انت كسبت 3 رخصة تدريب، ساعات بمبلغ جدا بسيط أكثر من 100 ساعة تعتبر ببلاش، وشيء ثالث انك انت بتاخذ راتب في نفس الوقت. يعني هم نهاية الشهر بيحاسبوك على عدد الساعات اللي انت طرتها، لأنه حسابهم بالساعة بس نهاية الشهر تستلمه. شيء كمان مرة مهم، تكلفة الدراسة لكورس البرايفت انسترومنتريتنج كوميرشال لايسنس في دلتا كواد فلايت. تقريبا هم كل فترة غيروا أسعارهم، لكن الأسعار الأخيرة اللي شفتها 55,000 دولار للكورس كامل. إذا دفعت مبلغ كاش راح يدوك ضمان إنك أنت ما تدفع أي دولار زيادة. إذا ارتفع سعر البنزين، إذا تغيرت الأسعار، خلاص أنت عندك ضمان. لكن إذا أنت ممكن تدفع لهم تقسيط عادي، لكن التقسيط ما يضمنوا لك أي حاجة. ارتفع سعر البنزين، ارتفعت أسعارهم، راح تشملك تدفع معهم في الأسعار الجديدة ما بقيت الطلاب. برنامج يساعدك انك انت تلاقي بيوت في امريكا، مجرد ما انت تدخل البلد والولاية اللي انت راح تسكن فيها والرمز البريدي يديك اقرب بيوت من هذه المنطقة اللي انت حددتها. مجرد ما تدخل الرمز البريدي تبع المنطقة اللي انت تبغى تدرس فيها تسكن فيها اطلع لك كل البيوت حوالينك. اسمه راد باد، هحط لكم اللينك تحت الفيديو في صندوق الوصف، تلاقوا اسم البرنامج وتلاقوا اللينك تبعه. طول الطيار، الطيار لازم يكون طوله 165 سم. بالنسبة لمستقبل الطيار في السعودية، فالسعودية داخلة على مرحلة جديدة تحتاج طيارين جدا كثير. عندهم طيارات جديدة ما شاء الله تبارك الله جابوها اشتروها، في طيارات كمان لسه ما جات ما وصلت غير المطارات اللي فتحت في السعودية. عندك خطوط كمان جديدة راح تفتح في السعودية، غير خطوط سعودي جلف، غير خطوط فلاي عديل، غير نسمة، غير فلاي ناس، غير خطوط السعودية. هذه 5 خطوط هتفتح الساسة قريب. السنة الجاية يحتاج طيارين كثير، وانت شو طارتك انك انت تخلص فاسرة وقت تخلص رخصة كلها وترجع تقدم على خطوط السعودية او خطوط ناس او اي طرق ثانية، فهذا راح يكون في صالحك. هم يفضلوا الطلاب اللي او عفوا الطيارين اللي عمرهم صغير، كل ما كان عمره اصغر كل ما كان افضل لهم، هيعمر معهم اكثر، هيشتغل معهم فترة اطول. في شخص كمان كان بيسألني على الخاص قبل فترة انه هل اقدر ادرس طيران في السعودية مثلا البرايفت لايسنس واطلع اكمل انسترومنت كوميرشال في امريكا او اي دولة ثانية؟ للأسف لا، لانه لما تروح امريكا معك رخصة سعودية، رخصة السعودية غير معترف فيها في امريكا. الرخصة السعودية تقدر تطير فيها في السعودية فقط، بالنسبة للرخصة الامريكية تقدر تطير فيها في اي مكان في العالم بعد ما تعادلها. فلا تغلط هذه غلطة، تدفع فلوس هنا اذا انت ناوي انك انت تطير تكمل دراسة في امريكا او دولة ثانية، او حتى انك انت تشتغل في دولة ثانية غير السعودية. رخصة السعودية للسعودية فقط. وهذه ميزة امريكا، انك انت تقدر تطير في اي مكان في العالم انت الحر. يعني لما تدرس في السعودية ما راح توفر فلوس، لكن في امريكا تدفع نفس المبلغ يمكن زيادة شوية كمان عليه، ولكن في الاخير معك رخص دوليا معترف فيها، زائد الخبرة اللي هناك، اللغة أحسن، زائد مزايا أمريكا بين المطار، بين المطار اللي انت تطلع منه المطار تروح عليه تهبط فيه 3-4 مطارات في الطريق.
فعلا امريكا بين كل مطار ومطار مطارين ثلاثه. فطبعا حسب الولايه، لكن تكساس وفلوريدا عشان معروف انه فيها طلاب كثير، حتى كاليفورنيا مليانه مطارات بالهبل، حالات الطوارئ لا قدر الله تقدر تهبط في اي مطار، حتى مطارات خاصه، حتى المزارع اللي ما كان في مطار تقدر تهبط في مزرعه، غير المناظر الجميله، البحيرات والشجر، غابات، مو غابات غابات بس مناظر طبيعيه. كاميرتي اللي اصور لكم بها دائما في الطياره داخل الطياره اليوم ضاعت، فيديو كنت جاي اصور اليوم، فيديوهات جدا كثير، في الاخير ضاعت الكاميرا، جلست ساعتين ادور في نفس المكان ثلاث مرات ما حصلتها للاسف. هذه كاميرا مفضلة عندي، يعني كل الكاميرات عندي مفضلة يعني احبهم، بس هذه كاميرا بالذات صورت لكم فيها جوا الطيارة، مخارج الطيارة، عند اللاندنج، تحت الكفرات، حطيتها في كل مكان ما ضاعت. تيجي تطيح في السيارة؟ والله مرة زعلان عليها، جلست ساعتين ادور في نفس المكان اللي طاحت فيه ما في ما حصلتها. خلاص فركش، ما عاد حصور جوا الطيارة. الحمد لله، بس على كل حال يلا معلش، الله كريم الله يعوض. I met you in the summer when you